السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يا محمد من قناة وين وكونكر. النهاردة هنشرح برنامج وايس كير اللي هيساعدك ان هو يخلي لك امكانيات الجهاز بتاعك اسرع شوية، ويمسح لك كل حاجة مش محتاجة الكمبيوتر، وكمان يمسح لك الكاشات ويمسح لك الملفات اللي هي محفوظة في ملف السي اللي هي يعني معمول لها، يعني انت حذفتها بس بيبقى فيه نسخة احتياطية موجودة في السي عموما. وكمان اي برنامج اللي تكون مسحته من الكمبيوتر بتاعك بيبقى فيه ملف مثلا زي السيف كده اللي هي تسيف الاعدادات او الكونفج او اي غيره، اللي هو يعني الملفات بتبقى ملفات لسه ما بتبقاش اتمسحت. تمام. البرنامج ده بيساعدك في كل حاجه. اول حاجه هنا بتنزل برنامج بيبقى فري ما بيبقاش برو، انا هنزل لكم من السريالات اللي تقدر تخليها برو مدى الحياه ان شاء الله. اول حاجه دي هيئه البرنامج زي ما انتم شايفينها كده اهو، هنشرح فيها حاجه حاجه. اول حاجه بي سي تشيك اب اللي هو الفحص للجهاز، هنعمل له تشيك اب كده، هو بيفحص لك كل حاجه موجوده في الجهاز. طبعا اول واحده بيرسي دي انا مش عايز الغيها، عشان دي سبب ان هي مثلا عشان الشغل بتاعي على النت وكده، ففي ملفات مسيفها، وفي كمان فولدرات وحاجات زي كده انا مسيفها على النت عموما، فمش هقدر اشيلها عشان هي ما تروحش مني، رغم ان انا برضه عملنا نسخه احتياطيه في الجهاز يعني. بس طبعا انا هشيل اهم حاجه. وتقريبا لو انا عملت تشيك، بص عايزين نعمل كده مثلا ايه كلين ليه مهمة، تشيك كده كله هيتمسح كله اهو، انا اتمسحت كمان اهو. يلا مش مشكلة مش مشكلة، انا كده اعمل لهم نسخة احتياطية كده اهو. زادت صحة الكمبيوتر 10%، كانت في 901 مشكلة كلهم تعمل لهم فيكسد. طبعا سيستم بروتكشن اوف ده اللي هو السيستم بتاع الجهاز بتاعك ذات نفسه، لو انت عايز تلغيه او تفتحه زي ما انت عايز براحتك، انا لغيه عشان طبعا في بتبقى مواقع ما بتقدرش تخش عليها بسبب الفايرول. فورس بعد كده ندخل على حاجه. اول حاجه طب كلين اب يور كمبيوتر، انا اعملها اوف او اون، يعني ده مثلا لو انت عايز تعملها لو انت عملتها اون سايلنت مود مثلا، انت عايزها يومي حدد الوقت، عايز اسبوعي شهري احدد اللي هو احدد يعني الاسبوع احدد اليوم بتاعه، شهري احدد اي تاريخ او كده او اي وقت يعني. طبعا ده على طول او اول ما تفتح الجهاز. تمام. سيستم كلينر ده السيستم اهو، يور لاست كلين اب واز ات 10/7، انا كنت طبعا اعمل كلين اب للجهاز بتاعي النهارده. نعمل له سكان، هنا بيعمل لك سكانات كلها لملفات الويندوز والملفات اللي هي بيحتاجها سيستم او لا. ريجستر كلينر اللي هو مثلا نقول مثلا عليه الحاجات اللي هو يعني حاجات تبع الويندوز عموما، بس هو كله هتلاقي ايه اتنين اسوس او مشكلتين اهو هيتحلوا. تمام. هنا فايلز زي ما انتم شايفين اهو، في مشكلة في الاتش ام بلاير، في الاتش كي او كي عفوا اتش كي، في ملف فيه مشاكل فيها هيعمل لها تصليح. ده هنا بيصلح لك يعني، او بمعنى صح بيعمل لك ايه، اللهم صل على النبي، بيشوف لك الكاشات بتاعت النت بتاعك والابليكيشن وكل حاجة اهو. نو هنا ده بص بقى ايه الويندوز بقى، يبقى 28 ملف موجود والمستخدم حوالي 15 ميجا وكمان 10 مشاكل وجدوا. هنعمل لهم حل كده. على فكرة انا كده بقى بروح ماسح كل حاجة في الجهاز، يعني مش كل حاجة اللي بتسيب كده لا، كل المشاكل او كده تتحل. بعد كده find more useless files، انا على فكرة انا بجرب في جهاز عموما قال لي جهاز يعني عشان الامكانيات بتاعته وكده، فعشان اتاكد انه هيبقى سريع ولا لا. هنا بيعمل لك سكان للملفات اللي هي مهملة او الملفات اللي مش محتاجة. على فكرة انا بجرب، على فكرة انا مجرب البرنامج قبل ما اعمل له الفيديو، يعني انا جربت كذا برنامج اللي يقول لك سكلينر واللي يقول لك مش عارف ايه، وايس كير ده هو الافضل بينهم كلهم، وكمان لو انت عملت السيريال بتاعه برو هيبقى حاجه تحفه، هيديك كل الامكانيات وكل الصلاحيات زي ما انت شايفين الملفات اهي اللي بسبب اباست مثلا، وملفات زي ما انت شايفينها اهو مش محتاجها الجهاز. يبقى فيه 93 ملف، الرغم ان انا والله عامل سكان والله. يبقى انا ما كنتش عامل، انا كنت عامل بي سي تشيك اب بس معلش. ده اسكانات لكل البارتيشنات اللي كانت موجودة، هنعمل لها كلين، هروح حاذف كل حاجة. تمام. نعمل سكان تاني لزيادة التأكيد، نشوف فيه مشاكل ولا لا عشان نتأكد ان البرنامج حل ولا لا.
تمام. في مشاكل تاني ظهرت على فكرة، هي كلها محلولة أساسا، دي كلها محذوفة ومحلولة. ادفانسد كلينر، الحاجات دي كلها محلولة أساسا يعني. عموما هنشوف دلوقتي برضو هنروح حذفين، تمام. سيستم هنا بقى، دي فيها ملفات السيستم موجود فيها، اللي مثلا الخلفيات والحاجات دي كلها. نصيحة مني ليك، انت متلعبش فيها دي، تمام. بك فايلز مانجر، لو شوف كده هنا الملفات الكبيرة اللي حجمها كبيرة خالص بس مختفية او مش مستخدمة، بس فيها ملفات كبيرة بتبقى موجودة وانت مش شايفها، بتضطر تاخد من مثلا من مساحة البارتيشن مثلا بتاع السيم، على الرغم ان هو انت مش مستخدمه. هنشوف اذا كان موجود ولا لا، بس تقريبا مش هيبقى موجود تقريبا. انا سبب اختيار الويس كير عموما زي ما بقول لكم مش موجود. لا موجود والله، يا سلام. ميدل اوف اونر، سيسن كريد، ده هنا دي ملفات اللعبة اللي هي واخدة مساحات كبيرة جدا في الجهاز. انا نصيحة ليكم ما تلعبوش في البيج فايلز مانجر خالص، عشان ما تمسحش، ما تمسح عفوا، ما تمسحش اللعبة بتاعتك خالص، تمام. الاوبتمايزد، تمام. هنا الاوبتمايزد ده كل السيستم سبيد اب، الريفريش، كل الحاجات في الويندوز عموما، تمام. بس طبعا انت بعد ما تعمل بي سي تشيك اب والسيستم كلينر وكل الكلام ده كله، كل ده هتلاقيه اوبتمايزد. هنا بقى ايه اللي هو تقريبا السنه اللي دي انا ما رفعهاش، بس نجرب تجميع الملفات، تمام. ده تجميع الملفات، يعني مثلا لو في يعني ده تجميع، الله، فريز بيس 22 جي بي، السي كان 19 دلوقتي والله كويس. هو دلوقتي حاليا زي ما انتم شايفين هو شغال. بصوا انا ممكن يكون البرنامج لسه ما عرفتش فيه حاجات كتير جدا، بس اهو انا اجيب لكم الحاجات الاساسيه، ما تلعبوش اكتر من كده في الحاجات اللي هي سهله لكم الجهاز، اكتر من كده ما تلعبوش، تمام. ده بقى ده يتساب لوحده في وقت كده نفنن فيه. ستوب، ده اللي هو بيجمع لك الملفات مع بعضها، تمام. ريجستر، بليز ويت، تمام. ده اللي هو يجمعهم لك بعد كده. نو الديسك والريجستر دول هما الاتنين تبع بعض، بيجمع لك الملفات الويندوز عشان يبقى اسرع، تمام. ده هنا الحاجات كلها اللي موجودة اللي عايز تعمل لها اوبتمايزد او اوبتمايز عموما، اللي هي تسرعها في الاداء بتاعهم زي ما انتم شايفين اهو، مش محتاجين يعني، بيستغلوا ثواني بس مش اكتر. تيكت، سيبكم مني تيكت، ده سيبكم مني، ده اللي هو ظاهر عنديكم في الجهاز اللي هو اللي جنب الساعة والكلام ده كله. بيرفسي يور كمبيوتر سكرين اب، ده اللي هو بيمسح لك الملفات اللي في الانترنت بتاعتك المتسجلة. ديسك رايزر found some recover files، ده اللي هو بيمسح لك الملفات اللي ملهاش اي لازمه. it will take a while، ممكن تاخد وقت. yes زي ما انتم شايفين انا بيمسح لك الملفات اللي هي مش محتاجاها كده. عموما يكون شرح البرنامج كله خلاص زي ما انتم شايفين، بي سي تشيك اب وكل حاجه حلوه جدا على فكره. البرنامج ده هيساعدك جامد جدا جدا جدا. بروجرام دي ديفولت تقريبا، بليز بليز ويت فور ذا بلوت كومبليت، ده دي اضافات عموما سيبك منها خالص مش محتاجها. بروجرام انستولر ده او انستول ده ممكن احتاجه عشان عايز امسح شويه برامج. عموما زي ما انتم شايفين اهو ده البرنامج وشرحه.
على فكرة هو مش محتاج، بس خد بالك برضو من الحاجات اللي انا قلت عليها عشان ما تحصلش اي مشكلة. وايز بروجرام انستولر، سيبكم من ده كله. اللي ظهر ده انا عشان حملته يعني مش اكتر، عشان محتاجه. ده اللي هو بيحذف لي البرامج اللي انا مش عايزها. لو انت عايز تعمل كلين اب للكمبيوتر بتاعك على طول، زي ما بقول لك شغل اون دي وهو يقول لك اتلوج، لو انت عايز تعمله تشيك على طول، ولا عايزه اهو مثلا لو عايزه كده في اي وقت يشتغل على طول اوتوماتيك. انا لغيه عشان اعمله بايدي احسن. ده هيساعدك ان هو يزود لك سرعه الامكانيات بتاعت الجهاز بتاعك، مش يعني مش هيزود لك بقى مثلا الرامات والكلام ده كله، لا هو بس هيساعدك في ان انت تقدر يشيل الضغط من الجهاز عندك، ويشيل الملفات اللي هي مش محتاجه الجهاز، تمام. ومساعد لك كل الكاشات اللي في النت، لو انت كان عندك النت فيه يعني، لو كان عندك مثلا البراوز او عموما او المتصفح كان فيه مشكله، هيقدر يظبط لك الموضوع ده كله. انا اخترت وايس كير عموما عشان خاطر ان هو شامل كل حاجه بجد، برنامج شامل كل حاجه. ان شاء الله يكون عجبكم الشرح، وانا اسف لو الشرح في حاجات اتلخبطت فيها عموما او مش مفهومه، بس ان شاء الله هعرف اوضحها. وفي جزء اخير هنا يا ربي، ديسك فراجمنت دي عموما، ده وانت نايم بالليل ابقى نصيحه مني ليك، ابقى اعمله ده عشان يجمع لك كل الملفات، عشان اسرع لك امكانيات الجهاز اكتر. على فكره مفيش اي مشاكل، عشان لا هيرد ولا هيعمل يعني هيقول لك لا دي فيها مشكله ولا مش عارف ايه والكلام ده كله، لا 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 مفيش اي مشاكل. البرنامج هو معمول عشان يساعدك مش عشان يأذيك على فكره، تمام. الى اللقاء في مزيد من الشروحات القادمه ان شاء الله. يا رب يكون عجبكم الفيديو والشرح. كان معكم يا محمد من قناة وينو كونكر.